الأخبار من الراي. لقد دلت تجربتنا السياسية خلال 50 عام الماضية أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بعض نصوص الدستور. الكويت بحاجة إلى إصلاح جذري يبني دولة المؤسسات. التعديلات الدستورية في واجهة المشهد النيابي، روحاتها تعزيز عدد أعضاء البرلمان وضرورة نيل التشكيلة الحكومية ثقة الأغلبية. قضية الطبائي لما قعد في ساحة الإرادة وارحل ارحل يا ناصر، سواها مو لأن هذه قناعة، هذه أوامر تيلة من الناس اللي قاعد يسووا له شغله ويدززون عياله. تفضل، هذا أمريكي، نفذ القانون عليه، وعندك من الحين ليوم الاستجواب، وهو ابن نائب رئيس البرلمان. الوثائق والمستندات أدلة يتذرع بها كل من الفضل في هجومه على الطبطبائي ولجويهل في كشفه حصول نجل السلطان على الجنسية الأمريكية. مين مبارك مين كويتي في أراضي كويتية، قناة إخبارية كويتية، قضية دائما أقول مستحقة في هذا الوقت. من احتفال جائزة سالم العلي للمعلوماتية بيوبيلها البرونزي، ميناء مبارك سليم الإجراءات وقناة إخبارية حكومية على طريق التنفيذ. نأمل أن نخرج بحصيلة ثرية غنية لمجموعة من الأساليب اللي راح تساهم في تطوير أداء المعلم. للمعلم دور أساسي في هذه المنظومة. قبل يومين من التظاهرة التربوية العربية، تطوير أداء المعلم على الوجه الأكمل يتصدر أولويات التوصيات المقرر رفعها لوزراء التعليم العربي. نشرة الأخبار من الرأي، أهلا بكم. متسلقة سلم الأولويات ومتصدرة المشهد السياسي، قفزت التعديلات الدستورية التي تقدم بها النائب فيصل اليحيى إلى رأس المطالب النيابية، متقدمة بذلك على جملة من المقترحات التي تثور في الساحة. النائب فيصل اليحيى لخص اقتراحاته بتعديلات 8، لعل أبرزها المطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 75 عضوا، بالإضافة إلى التصويت على منح الثقة للحكومة قبل مباشرة أعمالها. وبالتزامن مع تعديلات اليحيى جاءت تعديلات كتلة التنمية والإصلاح لتصب في خانة المطالب ذاتها. مزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير لربا بداح. لقد دلت تجربتنا السياسية خلال 50 عام الماضية أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بعض نصوص الدستور وحاجة إلى تعديلها. بهذه العبارات استهل النائب فيصل اليحيى مؤتمره الصحفي الذي خصصه اليوم للوقوف عند الواقع السياسي في الكويت على حد قوله، وبعد مقدمة مختصرة شرح فيها الأسباب التي دفعته إلى الإعلان عن خطوة تعديل الدستور، وضع اليحيى يده على الجرح مشخصاً واقع العمل السياسي في الكويت منذ عام 62. خلال 50 عام كان يفترض أن تشكل 12 حكومة و12 مجلس، لكن الواقع يقول أننا منذ 50 عام شكلنا ما يقارب من 30 حكومة، ومنذ 2006 إلى الآن تشكلت حوالي 9 حكومات، ومنذ سنة 63 وحتى الآن تشكل 14 مجلس أمة. لم يكتفي بتشخيص المرض، فالدواء كان حاضراً، وبنظره معالجة الخلل السياسي لن يكون إلا بنظام برلماني تنتهج فيه خطوات 8. إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين من مجلس الأمة، زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 75 عضو، حضور الوزراء جلسات المجلس ليس شرطاً لصحة انعقاده، لا يجوز لغير الوزراء المنتخبين الاشتراك في التصويت على قرارات مجلس الأمة،
وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه المجلس بعد تشكيلها. وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة الأغلبية تعتبر مستقيلة. لمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء وليس إعلان عدم التعاون. إلغاء القيد على عدد الوزراء، وضع قيد زمني على تشكيل الوزارة. من تعديلات النائب فيصل اليحيى إلى تعديلات التنمية والإصلاح التي جاءت على لسان النائب فيصل المسلم، لم يختلف الفيصلان كثيراً في التعديلات، فالتعديلات الخمسة للكتلة كانت جزءاً من تعديلات اليحيى الثمانية. الكويت بحاجة إلى إصلاح جذري يبني دولة المؤسسات، عنوانه تمكين مجلسي الأمة والوزراء من إدارة شؤون الدولة تشريعاً وتنفيذاً ورقابة. إصلاحاً مثل هذا لا يمكن أن يكون إلا بإجراء تعديلات دستورية جذرية على دستور 1962. سقف الأدنى بتصورنا لهذه التعديلات الدستورية: واحد، حصول الحكومة عند تشكيلها على ثقة البرلمان. اثنين، قصر عضوية المجلس على نواب الأمة المنتخبين. ثلاثة، جعل إجراءات محاسبة رئيس الوزراء كالوزراء حقاً للأمة ممثلة بنوابها. أربعة، زيادة أعضاء عدد مجلس الأمة وتعديل شروط الترشيح. خمسة، جعل سقف مدة تشكيل الحكومة شهراً. هذا ومن المقرر أن تبدأ من الغد جولة التعديلات على مكاتب النواب لاستشراف المواقف النيابية بشأن كل منها. رباب بداح، الرأي. وفي مجلس الأمة أيضاً كشف النائب نبيل الفضل بالوثائق تجاوزات على القانون قام بها النائب وليد الطبطبائي من خلال تعيين نجله في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد 3 أشهر من استقالته من ديوان المحاسبة، حيث قام الفضل بتوزيع نسخ من الوثائق التي يمتلكها على الصحفيين والتي تثبت حصول نجله على استثناء من الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد لابتعاثه إلى الدراسة في الخارج. من جانبه رد النائب وليد الطبطبائي على تصريحات الفضل قائلا إن ما ذكره الأخير أكاذيب وافتراءات، مؤكدا أنه يلجأ إلى القضاء لمقاضاة من يشوه سمعته. الإنسان اللي تحول حول هذه الشبهة لا يستحق أن يكون في هذا المكان. أنا إذا بفتح الباب حق واحد يجيب زوجته باكر يبهله كلهم تحت اسم سكرتارية ولا مستشارين ولا مسميات يخترعونها من عندهم، هذا ما لا يجوز ويجب محاربته. ولما يتم على إيد عضو مجلس أمة نحاربه وندوس عليه. وليد مساعد الطبطبائي، النائب الفاضل الملتحي المتدين اللي أقسم على الدستور، ابن البكر تخرج من جامعة الكويت في أبريل 2008. ما نطر حال شباب الكويت اللي قاعد ينطرون سنة ونص وسنتين على ما يلقى وظيفة. ليش؟ لأن أبوه عضو في مجلس الأمة، أبوه هو النائب وليد الطبطبائي، فبالتالي على طول طلع على شغله في ديوان المحاسبة. الولد مساعد الله يحفظه اشتغل إلى 30 ديسمبر 2009، وطلع أسباب طلعته من ديوان المحاسبة التغيب الكثير، ترفقوا فيه وخلوه يقدم استقالة بدل ما يكون فصل. 14 مارس شهرين ونص من طلعته من ديوان المحاسبة يعين في المؤسسة العامة للرعاية الطبطبائية، هذه مو رعاية سكنية، هذه رعاية طبطبائية. يتقدم الله يحفظه الابن مساعد وليد الطبطبائي بطلب الحصول على بعثة دراسية، تقدم بالطلب، ردت الشؤون الإدارية قالت ممنوع البعثات من 10/5/2005. احنا شو نتكلم؟ احنا في تاريخ 9/6/2010، يعني صار لها 5 سنين، 5 سنين ماكو بعثات. المهم الأخ المدير العام وقع له على توجيهات معالي الوزير. طبعا هني معالي الوزير يعني شيء مؤسف، هني معالي الوزير، هناك زوجته معالي الوزير، نفس الوقت كلهم وليد الطبطبائي حول المؤسسة العامة للرعاية السكنية للرعاية الطبطبائية تحت رعاية الوزير أحمد الفهد. شيء مؤسف لكنه يبرر الكثير. وليد الطبطبائي لما قعد في ساحة الإرادة وارحل ارحل يا ناصر سواها مو لأن هذه قناعة، هذه أوامر تيلة من الناس اللي قاعد يسوون له شغله ويدززون عياله.
في سياق برلماني مختلف، كشف النائب محمد الجويهل خلال مؤتمر صحفي عن صورة لجواز أمريكي يعود لنجل النائب خالد السلطان، مطالبا وزير الداخلية تطبيق القانون عليه. وفي التصريح ذاته لكن في سياق مختلف، طالب الجويهل النائب مسلم البراك إعطاءه رقم سيارة اليوكن الأسود التي وردت في محضر قضية مقتل الميموني، مخاطبا إياه بالقول: إن كنت لا تجرؤ على البوح بالرقم فأعطني إياه، وأنا سأجبر وزير الداخلية على قيادة اليوكن وجلبه إلى مجلس الأمة. بدت الردود اليوم توصلنا على أسئلتنا اللي مقدمة لمعالي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وتفاجأنا أحد الردود على الأسئلة المقدمة له من قبلنا عن أسماء من تم تجنيسهم على بند الأعمال الجليلة، إلا أن الرد كان يحتاج إلى شفقة، كونه أنه يقول أن هذه الأسماء سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وهي أساساً من شروطها أن تنشر في الجرائد الرسمية. اللي أدهى من هذا، أنا أقول لك يا وزير الداخلية، طالما أنك أنت أقسمت أنك تنفذ القانون، تفضل، هذا أمريكي، نفذ القانون عليه، وعندك من الحين ليوم الاستجواب، وهو ابن نائب رئيس البرلمان يحمل الجواز الأمريكي والتو مجدده في 2008 وينتهي 2013، طبق القانون عليه وافقد الجنسية عنه. وراح نعلمك بعد منو يحمل الجنسية وقاعد تحت قبة عبد الله السالم، ولا راح انتوانه. وأقول حق الأخ مسلم البراك اللي يعلم علم اليقين برغم اليوكن المتسبب الحقيقي في مقتل الميموني، إذا لا تجرؤ أن تبوح فيه عطني رقم اليوكن وأنا أخلي وزير الداخلية يسوق اليوكن ويه. في سياق برلماني مختلف، قدم النائب علي الراشد استقالته اليوم من عضوية اللجنة التشريعية، وذلك احتجاجا على تعيين المحامي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم مستشارا للجنة، وهو الأمر الذي يعد تنفيعا يجافي الحيادية على حد قوله. نما إلى علمي بأن اللجنة التشريعية اختارت مستشارين لها من خارج المجلس، الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم والدكتور ثقل العجمي. والحقيقة أنا ليس عندي أي تحفظ بالنسبة للدكتور ثقل العجمي، ولكن عندي تحفظ كبير بالنسبة لمحمد عبد القادر الجاسم، لأن يعني كما تابعنا مواقفه دائما تكون وجهة النظر السياسية أكثر من وجهة النظر القانونية، وأحيانا يفسر قانون حسب وجهة نظره، وبعد ذلك عندما تتغير الموقف السياسي يفسره بشكل معاكس. وجود مثل الأستاذ محمد عبد القادر جاسم في اللجنة التشريعية أعتقد غير مبرر، وهو حقيقة يعني تنفيع لوقوفها مع أطراف معينة ولقربها لأطراف معينة في الانتخابات السابقة، وهذا يعني بعيد كل البعد عن الموقف التشريعي السليم الذي يجب أن يكون محايداً في إطروحاته. لذلك أنا أقدم استقالتي من اللجنة التشريعية احتجاجاً على هذا الموقف. وإلى هذا، قررت كتلة الغالبية تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي خلال أسبوعين. قرار الكتلة خرج اليوم على لسان النائب جمعان الحربش، الذي نفى أن تكون الغالبية قد اتفقت في اجتماعها على تأجيل تقديم الاستجواب أو مساومة الحكومة. على إقالة الوزير، إنه يتوجب على الوزير إما مواجهة الاستجواب أو الاستقالة، لأن تقديمه بات وشيكا لحظة جهوزية المحاور. كما نفى أن تكون الكتلة قد طلبت إقالة الوزير تفاديا لتقديم الاستجواب. اجتمعت كتلة الأغلبية بالأمس وقررت تقديم استجواب وزير المالية خلال 14 يوم القادم بإذن الله تعالى. لم يؤجل الاستجواب أسبوعين، قلنا سيقدم خلال أسبوعين، لأن الاستجواب يحتاج محاور مكتوبة ومصاغة بصيغة نهائية، فخلال أسبوعين، يمكن بكرة، يمكن بعد 5 أيام. حقيقة 4 نواب طلبوا المشاركة في الاستجواب، طلبنا منهم التنسيق. في النهاية سيقدم 3. أهم من قضية الأسماء اللي تقدم هي قضية المحاور اللي أصبح عليها توافق. إحنا ما عندنا وفود ستذهب تطالب بإقالة رئيس وزير المالية. إحنا سابقا طالبنا بإقالته، لم تتم الإقالة.
الأغلبية اقتنعت بجدية المحاور. ندعو الوزير الآن إذا ما قدم استقالته قبل الاستجواب أن يصعد المنصة يواجه هذا الاستجواب. أكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن ميناء مبارك يقع ضمن الأراضي الكويتية وهو شأن داخلي، مشيرا إلى مراعاة قرارات الحكومة للجوانب البيئية لهذا المشروع. جاء ذلك على هامش حضوره احتفالية جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية بيوبيلها البرونزي تحت عنوان الجائزة في عيون الإعلام. وقد كرم القائمون على الجائزة الإعلاميين المتعاونين معها في السنوات العشر الأولى من مسيرتها. ومن ناحية أخرى أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله أن إطلاق قناة كويتية إخبارية هو أمر مستحق في مثل هذا الوقت. مينا مبارك مينا كويتي في أراضي كويتية، وبالتالي يعني هذا الأمر داخلي، شأن داخلي للكويت، لكن الكويت لن تكون في يوم من الأيام يعني لتقدم لجيرانها إلا الخير إن شاء الله. من ناحية البيئة ومن ناحية الأمور كلها نحن نراعي في قراراتنا أن لا يعني يصل إلى جيراننا إلا كل خير. ميناء مبارك ميناء كويتي، ميناء يقدم إن شاء الله يعني للمنطقة الأمور المطلوبة في أنشطتنا الاقتصادية. لا شك بأن قناة إخبارية كويتية قضية دعني أنا أقول مستحقة في هذا الوقت، ولكن نحتاج أن نتأكد من وجود كل الإمكانيات التي ستجعل هذه القناة تضاهي القنوات الزميلة والصديقة. فيعني واجبنا إذا ناويين أن نطلق شيء نطلق شيء مميز، ولا نطلق شيء من أجل إطلاقه. فلذلك يعني نحتاج بعض الوقت لدراسته وللوقوف على الاحتياجات، ومن ثم يتخذ قرار الإدارة السليم. المعلم العربي بين الإعداد الناجح والتمكن المهني، عنوان شكل محور اجتماع الخبراء التحضيري للمؤتمر الثامن لوزراء التربية والتعليم العرب، والذي أطلق أعماله اليوم تمهيدا لعقد اجتماع رؤساء الوفود يوم الثلاثاء المقبل. وبهذا الصدد أكدت وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع البحوث والمناهج التربوية مريم لوتيد على ضرورة رفع التوصيات إلى اجتماع الوزراء، والتي تساهم في تطوير أداء المعلمين وتمكنهم من القيام برسالتهم على أتم وجه. من خلال التعرف نأمل أن نخرج بحصيلة ثرية غنية لمجموعة من الأساليب اللي راح تساهم في تطوير أداء المعلم وبرامج تأهيل المعلم في الدول العربية. ولا يخفى على حضراتكم أن النهوض بالتعليم في الوطن العربي هو الرهان الأساسي بل الحيوي اليوم في المجتمع كل الدول العربية. ولا يخفى عليكم أيضا أن للمعلم دور أساسي في هذه المنظومة وفي هذه المسيرة نحو إنجاح عملية النهوض بالتربية في الوطن العربي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل جولة لأعضاء المجلس البلدي على المخالفات في منطقة أبو حليفة ووعود بإيجاد الحلول. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. أكد عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الأحمدي مانع العجمي أن الجولة التفقدية التي قام بها اليوم استهدفت منطقة أبو حليفة للاطلاع على الشكاوي والمخالفات في المنطقة ومشاهدة الإنجازات التي تمت على أرض الواقع هناك. وشملت الجولة الموقع الذي تم تخصيصه أخيرا لإقامة منطقة أبو حليفة السكنية، التي من المفترض أن تضم 172 قسيمة سكنية بعد أن تم التنازل عن الموقع من قبل وزارة المالية وتخصيصه بالتعاون بين بلدية الكويت والمجلس البلدي. كما تم تفقد المخالفات الموجودة في المنطقة، حيث حرم أحد المستثمرين المواطنين من زيارة البحر بإقامته سياجا حول استثماره. وفي هذا السياق أعلن العجمي عن اجتماع ستعقده اللجنة بمشاركة ممثلي وزارة المالية لتمكين الجهاز التنفيذي في البلدية من توضيح المخالفات.
احنا اليوم في موقع منطقة أبو حليفة السكنية الجديدة اللي بالفعل تقدمنا فيها بمقترح بأنها يعني تخرج من وزارة المالية إدارة أملاك الدولة إلى الرعاية السكنية، وحقيقة مشكورين الأخوان في وزارة المالية، وأيضا الشكر موصول للأخوان في بلدية الكويت بأنهم تفاعلوا مع هذا المقترح، وفي النهاية بفضل من الله عز وجل تم الإنجاز على هذا الأمر. راح تكون هناك في 172 وحدة سكنية في هذا الموقع، هذا الموقع مميز، هذه المنطقة مميزة جدا. رأينا مخالفات بأم العين بالنسبة لموضوع الأبراج الاتصالات، وكذلك المخالفات الموجودة في السكن الاستثماري. هناك إن شاء الله وخذينا وعود من الأخوة في البلدية إن شاء الله أن تحصر هذه المخالفات، ويتم إن شاء الله على الأقل إعطاء المخالفين مخالفاتهم. إحنا قلنا لابد مثل هذه المناطق يعاد ترتيبها ويعاد تنظيمها، تزيد الخدمات، توسع الشوارع، تنتقل بعض الخدمات، تصير فاصل بين القطاع الاستثماري والسكن الخاص، حفاظا على حرمة البيوت. نعم يعني العماير الاستثمارية مو لأن السكن الخاص مقابلها نروح نثمن جميع البيوت، ولكن احنا نقول الضرر اللي يقع على الناس وسوء التخطيط السابق لازم ما يمر مرور الكرام، يفترض ان الأخطاء تعدل والأخطاء تصحح. أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ضرورة التركيز على نظم الرعاية الاجتماعية باعتبارها استثمارا بشريا ذا وظائف إنمائية من شأنه إحداث تنمية بشرية مستدامة في المجتمع. وقالت اللجنة الإعلامية المشتركة لبرامج التنمية التابع للأمانة في بيان صحفي إن العمل الاجتماعي ورعاية ذوي الإعاقة لا يقتصران في الوقت الراهن على تقديم المساعدة والعون الاجتماعي فحسب، بل من الضروري تعزيز منظومة القيم الصالحة في المجتمع الكويتي وزيادة الوعي بالعمل التطوعي لا سيما بين فئة الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم في هذا المجال واستثمار أوقاتهم وقدراتهم خلال العطلة الصيفية للمشاركة في المشروعات التنموية بالخطة. أكد وكيل وزارة الأشغال عبد العزيز الكليب أهمية الاطلاع على خدمات الشركات الأسبانية التي تؤدي إلى فتح آفاق جديدة، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين الكويت وأسبانيا. جاء ذلك خلال استقبال الكليب وفدا أسبانيا برئاسة السفير الأسباني لدى الكويت أنخيل لوسادا للاطلاع على المشاريع والخطط وخطط الوزارة الأشغال العامة، وضم الوفد ممثلين عن كبرى الشركات من عدة قطاعات أهمها الهندسة والبناء والنقل والطاقة ومعالجة المياه والسكك الحديدية والمترو. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. محملاً بالذهب وفد منتخب الكويت للسكواش يعود من المملكة العربية السعودية بطلاً لبطولة الخليج. أهلاً بكم إلى الصفحة الرياضية. بعد أن توج بلقب بطولة الخليج التي أسدل الستار عنها في المملكة العربية السعودية، عاد إلى البلاد وفد المنتخب الكويتي للسكواش محملا بالذهب والكؤوس بتحقيقه لقب فئتي العموم والناشئين للفرد والفرق. وكان في استقبال المنتخب الكويتي قيادات الهيئة العامة للشباب والرياضة وأهالي اللاعبين. أخبار البطولة في تقرير لأحمد العنزي. كما هي العادة في البطولات الخليجية، سيطرة كويتي على جميع المراحل التي شملت فعاليات البطولة، فحقق منتخب الكويت لقبي العموم والناشئين في بطولة الخليج التي اختتمت في العاصمة السعودية الرياض. هذا الإنجاز الأمانة على مستوى الخليج مغرب على أولادنا، يعني المركز الأول 17 سنة فردي اللي هو أخذ اللاعب عيسى شكناني، ومركز الأول أيضا بالعمومي اللاعب علي الرامزي، وايضا الفرق الكويت المركز الاول و17 ايضا المركز الاول فرق. وحتى الاخوان اللي يعني السعوديه والقطريه والبحرين يقولون يا جماعه ما خليتوا لنا شيء، احنا ربع. قلنا فعلا احنا ربع دول مستعاه وكل شيء، بس بالرياضه لا، الرياضه يعني شكل ما تقول لازم احنا جايين فعلا نحقق نتائج وحققنا. وهذا طبعا ما انسى دور الهيئه العامه للشباب والرياضه الامانه.
إنجاز لاعبي المنتخب الكويتي للسكواش كان بحصول اللاعب علي الرمزي على لقب الفردي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب السعودي عبد الله التميمي، في حين حصل اللاعب يوسف أشكناني على لقب الفردي في فئة الناشئين، إلى جانب حصول المنتخب الكويتي على ألقاب الفرق في الفئتين. الحمد لله يعني على الفوز، كان فوز غالي، واحنا بجهود الشباب قدرنا احنا نسيطر على بطولات الخليج. كل سنة احنا نشارك ونفوز بكل أريحية، بس البطولة هذه شوية كان في منافسة قوية بين المنتخب القطري والمنتخب السعودي، بس الحمد لله يعني الاتحاد والجهاز الإداري والفني ما قصروا معنا، سووا لنا أعداد جيد حق البطولة. طبعا البطولة كانت شديدة من ناحية الفردي، طبعا وصول علي الرمزي مع اللاعب السعودي عبد الله التميمي للنهائي، تمكن علي من الفوز عليه. طبعا اللاعب عبد الله التميمي لاعب محترف أيضا من أفضل إلى علي، فكانت لعبة محترفين. بالنسبة لمباراة الفرق طبعا معنا فلاح وعلي موجودين بالإضافة إلى لاعبين أنا ويوسف غريب، كانت منافسة صعبة مع الفريق القطري، لكن الحمد لله تمكننا الفوز عليهم بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. استقبال كبير لأبطال لعبة الإسكواش بحضور بعض أعضاء مجلس الأمة إلى جانب قيادات الهيئة العامة للشباب والرياضة تعطيهم دافعا قويا لمواصلة الإنجازات. حرصت على المركز الثالث بالفردي، الحمد لله أخذنا الأول بالفرق، و يعني البطولة كانت سهلة، بس كانت أقرب شيء المنافسة بين اللاعبين الكويتيين، يعني اللاعبين كانوا مسيطرين على البطولة، فالحمد لله أنا طحت مع لاعب عيسى شكراني هو اللي أخذ البطولة، وكانت يعني أطول مباراة البطولة، وكانت مباراة صراحة يعني قوية. الإنجاز الذي حققه الشباب الكويتي جاء بتخطيط سليم من أعضاء الاتحاد وعلى رأسهم رئيسه حسين مقصيد، كما يعتبر هذا الفوز دافعا قويا لهم قبل خوض منافسات البطولة الأسيوية التي تستضيفها الكويت الأسبوع المقبل. أحمد العنزي، الرأي. تستضيف الكويت عبر الاتحاد الكويتي للجمباز منافسات البطولة العربية الرابعة للجمباز الفني للرجال السبت المقبل، وذلك بمشاركة 15 منتخبا، وتستمر فعاليتها 4 أيام على صالة النادي العربي الرياضي. وأنهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة كافة استعداداتها لاستضافة البطولة، والذي أكد مديرها سيف أبو عدل أن البطولة سيكون لها مردود كبير في تطور مستوى اللاعبين الكويتيين من خلال الاحتكاك مع أبطال العرب، لا سيما أن لعبة الجمباز الكويتية تزخر بالمواهب الذين حققوا العديد من الإنجازات، كان آخرها حصول اللاعب ناصر العثمان على المرتبة السادسة في بطولة التحدي العالمية للجمباز الأخيرة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم، نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.